في مولان شويه عيال بلطجيه واقفين قدام بيت بابلو عايزين ياخدوا نوره. والبنت اختك فين؟ نايمه من ساعه ما جت من عند الزناد. رايحه فين؟ اوعي يا بنت الرجاله هتموت بعض. يا توحة اسكتي بقى. يا توحة استني. استنى بس يا سيد. استنى يا حبيبي. دول عيال صغيرين وبيلوشوا. عايز العيال دي انظمها ايه؟ بقول لك صغيرين وبيلوشوا يا سيد. بقول لك يا كيمو خد العيال دول روحهم عشان عندهم مدرسه الصبح. وانا بقول لك يا بابلو اوعى يسوق خيالك انك هتتهنى بصيتك القديم. لا بقى خلاص راح. ولا انا عايز مراتي يا بابلو ذوق او عافيه. ده حق ربنا وحقه. وبعدين دي مراته على سنه الله ورسوله بتقول عليه الصلاه والسلام. ما تقطم ياض وتكلم على قد مجالك. احنا مش هنمشي من هنا غير لما ناخد نوره في ايدين. تقف ياض في حته فيها شبكه يمكن اسمع عنك ياض. طب بقول لك يا زميلي انا عندي مصلحه. عيف انا وبكره الصبح نتقابل. طول عمرك كلامات يا ستونه. ايه يا بابا؟ مفيش يا امين علي. ده كيمو كان جاي مسي. مسي مين؟ الحمد لله انك جيت يا باشتنا. الحكومه دايما في ظهر الغلبان. بابلو خاطف مراتي نوره صلاح. ايه موضوع مراته ده يا بابلو؟ علمي علمي. نوره في بيتها مع امها واخواتها. والله العظيم والله العظيم يا باشا اختي نوره نايمه فوق في السرير. والله العظيم. طب بقول لك ايه يا باشتنا؟ بابلو وطوح اختها مانعين مراتي عني. خطفنا ولا منعينا عنك؟ وانت جاي تاخدها بدراعك؟ فاكرها فوضى؟ لا فوضة ايه؟ انا قلت اجي اتفاهم مع بابلو الاول. الاول؟ والتاني هيبقى ايه بقى بالصلاه على النبي؟ طب بقول لك ايه يا باشتنا؟ من الاخر كده انا عايز مراتي. يبقى تيجي الاسم معايا وتعمل بلاغ. وماله اجي معاك الاسم؟ انا صاحب حق. اتفضل. مش هكلم بس المحاميه بتاعتي استاذه هبه رشدي؟ الحمد لله. احمدك واشكر فيك يا رب. استجبت دعائي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي عليك يا بابلو. طب والنعمه ما في منك اتنين في البلد. انت اللي جابك يا بت؟ اطلعي فوق. حاضر.